أولا نرحب بقناة الجامعة التي تنتصر دائما للعلوم الاجتماعية وعودتنا دائما على مواكبة فعاليات ربيع العلوم الاجتماعية. هذه الدورة الرابعة التي ننظمها هذه السنة حول موضوع مثير بطبيعة الحال، حول موضوع لابد أن يطرح الكثير من الأسئلة، وهو الهجرة والقيم في سياق المخاطر واللايقين. سعداء جدا بأن يكون معنا في هذه الدورة الرابعة مجموعة من الباحثين من داخل المغرب ومن خارجه، جاءوا هنا من أجل مساءلة هذه قضايا الهجرة في علاقتها بالتحولات القيمية بالمغرب. موضوع هذه الندوة حول الهجرة والعلوم الاجتماعية، ولا شك أنه الوضعية الجغرافية والجيوسياسية التي يعرفها المغرب في مقتطع الطرق بين إفريقيا وأوروبا وأمريكتين ثم العمق العربي يجعل منه معبرا وأيضا بلد استقرار. واليوم الهجرة ليست هي فقط انتقال، بل هي أيضا انتقال لأفكار ولهويات ولقيم، ويجب أن تكون المعالجة وفق هذا الأفق، وليس فقط بأفق أن الهجرة هي فقط انتقال مجموعات من الأشخاص من أجل البحث عن العمل أو هروبا من نزاعات مسلحة أو اضطرابات بيئية ومناخية.